بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. مبدئيا وقبل اي حاجه، بصوا يا جماعه، انا من الزملكاوي وعمري ما استهدفت في القناه دي الناس اللي بتحب الزيطه والناس اللي بتحب الترولات والناس اللي بتحب الكلام الكتير جدا اللي بره الملعب اكتر ما التركيز جوه الملعب والفرقه عملت ايه. اي كلام على قاله باتريس كالترون هو بصراحه تهريج، اي كلام على ان انت ممكن تلبس لعيب بعينه المباراه هو تهريج، اي كلام على ان الزمالك كان سيء جدا وان الزمالك يطلع خسران سكور هو برده تهريج، لان الزمالك النهارده عمل مباراه كويسه جدا فنيا جوه الملعب. الزمالك صدفه وسوء توفيق غير طبيعي، دي حاجه كلنا شايفينها ودي حاجه كلنا ايقناها، لان انت لو اتفرجت على اول 13 دقيقه جوه الملعب فالزمالك ماسك كوره والزمالك هو الاخطر والزمالك هو اللي بيحاول على مرمى الاهلي. اما لو اتفرجت على ال10 دقايق اللي فتره الفراغ اللي الزمالك مشي بيهم في المباراه فالموضوع مختلف خالص، لان الزمالك الهدف الاول اللي كان فيه نسبه حظ عاليه جدا من اليو يانج ان الكوره تخبط في امام عاشور وبعد كده تخبط في العارضه وتيجي في ابو جبل، لدرجه ان الجون يتحسب لابو جبل اساسا، فتقعد تبص كده الزمالك ممكن يرجع. لا، الزمالك بعدها بدقيقتين لبس ضربه جزاء على حمزه المسلوسي، واحد من افضل الباكات اليمين اللي جم الزمالك الفتره الاخيره، فعلي معلول يسجل الهدف الثاني. نسكت بقى على كده؟ لا، اسيست تاريخي من عمرو السوليه يقدر يترجمه محمد شريف لهدف ثالث. كل ده في 10 دقائق، كل ده في 10 دقائق. هل لعيبه الزمالك تراجعت وخافت ان هي تلبس الرابع والخامس؟ لا، لعيبه الزمالك كملت. في ناس تقول لك لا، كالترون كده واحد من الجمهور، كالترون كده كان مفترض ان هو يلم الفرقه ويرجع تاني. طب مثلا انت دلوقتي اتفرجت على الماتش، هل كالترون كان ينفع ان هو يرجع ورا ويسيب الكره للاهلي اللي الاهلي اساسا مش عاوزها ومش عارف يلعب باستين ثلاثه على بعض وسيب لك انت الكره؟ لا، لعيبه الزمالك قرروا ان احنا هنمسك الكوره، قرروا ان احنا هنحاول نرجع في النتيجه على قد ما نقدر. لعيبه الزمالك قدرت فعلا ان هي تشكل خطوره، لعيبه الزمالك نزل الشوط الثاني بتدور على ان هي تسجل هدف، مصطفى فتحي نزل من على الخط قدر ان هو يسجل لك هدف، امام عاشور كان سيء، ما انا بقول لك من فتره تقول ان امام واوباما مشكله كبيره جدا بالنسبه للفريق، فده اللي بيخلي الراجل يعتمد على عمر السعيد ان هو يكون محطه وان طريقه لعبه الهجوميه تكون كلها متمركزه على ان احنا هنرمي كوره طويله لعمر. هو الكلام ده غبي جدا والكلام ده غلط جدا، بس البدايه بعمر السعيد هي حاجه فاجئتني انا، لان انا كنت عندي قناعه ان كالترون هينزل يعمل طعم ويسيب الكره للاهلي زي ما عمل قدام فايلر وزي ما كان بيعمل ماتشات اللي فاتت قدام الاهلي. انا فكره ان كالترون نزل بيهاجم الاهلي من البدايه دي انا ما كنتش حاططها في دماغي اساسا، لان كالترون عندك مشكله في نص الملعب وعندك مشكله انك تعمل هجمه ارضيه محترمه، انما كده انت نازل حاطط كل شغلك ان انت تلعب في الهواء ولعبك في الهواء ما خلكش اي خطوره، لان عمر السعيد كان سيء. عمر السعيد ممكن تبدا بيه كتغييره، انما عمر السعيد تبدا بيه كبدايه مباراه الموضوع صعب، ومش عمر السعيد اللي يكون موجود جوه الملعب وتبني عليه على الكره العاليه، غير ان هو كان بيلعب عليه بدر بانون، يعني بدر بانون اللي كان بيلعب معاه، لان مفترض ان هو كان يروح يميل على ايمن اشرف، بس بدر بانون هو اللي كان بيميل عليه. فانت كده لعبتك الهجوميه اتضربت تماما، كان عندك سوء توفيق، انت حاولت تعالجه شوط تاني، حاولت برضه انك ما تتراجعش وانك تنزل ونجم وانك تنزل سيف الدين الجزيري وانك مكمل برضه تغييراتك الهجوميه، وتغييراتك الهجوميه دي في حين انك كل كره بتروح عليك بتيجي جول. ابو جبل قدم اسوأ مباراه شفتها لمحمد ابو جبل من ساعه ما اتفرجت على ابو جبل اساسا. ابو جبل ما جاش، مش كان سيء، لا جبل ما جاش النهارده خالص، جبل النهارده ما كانش موجود خالص، لا جبل ولا علاء ولا الونش كانوا موجودين، هم كانوا ضايعين خالص، وفي المقابل الاهلي برضو سايب لك الكوره وبيخليك انت تهاجم، يعني انت ما عندكش فرصه انك تتراجع اساسا، انت لو حاولت تتراجع مش هتعرف ليه؟ لان الاهلي مش عايز انت في الكوره، الاهلي سايب الكوره وانت عامل بيها اللي انت عايزه، ودي حاجه برضو صدمتني، لانك مفترض انت كسبان والنتيجه معاك والكوره عايزاك وسيناريو المباراه ماشي معاك اخر حلاوه، ومع ذلك سايب الكوره للزمالك. الزمالك اتحسب له ضربه جزاء تقطع سيف الدين الجزيري زيدو سجلها، بس الزمالك برضه اتحسب له انه كمل، الزمالك كمل بعد الجون بتاع سيف الدين الجزيري، وصل لدرجه ان الزمالك جايب 5-3، وصل لدرجه ان الزمالك ممكن يجيب 5-4. تخيل انت الماتش اللي كنت بتتكلم عليه ان هو فضيحه، الزمالك في النهايه ان هو خلص 5-3 وكان ممكن يسجل 5-4، طبعا نتيجه كبيره، نتيجه كبيره، بس الزمالك ما كانش سيء جوه الملعب فنيا. الزمالك الماتش سرق منه، الماتش سرق منه، الماتش كان فيه نسبه سوء توفيق عاليه جدا للزمالك، اه طبعا. مش عايز اقول كان فيه نسبه حظ للاهلي، لان ما ينفعش انك تتكلم في الحظ كتير، ممكن تتكلم على ان كان فيه توفيق مع فريق وفي توفيق ضد فريق. توفيق النهارده كان ضد الزمالك، وللاسف اسوأ لعيبه جوه الملعب بالنسبه للزمالك كان حارس المرمى والاثنين مساكين، فدي حاجه كان مستحيل انك تحاول تعالجها حتى لو حبيت تعالجها، بس بالنسبه لي اللي عمل لعيبه الزمالك لحد نهايه المباراه رجاله ويستحقوا التحيه. لو انت شايف حاجه غير كده فبراحتك، لو انت متفق معايا ممكن تعمل لك سبسكرايب.